مرحبا بكم اليوم مرة ثانية في قناة تحدي. واليوم إن شاء الله غادي نهضروا على مسار ديال النجاح، أو كيفاش نقدو نرسمو المسار ديال النجاح. فكيف ما كتعرفوا أن الإنسان فاش كيكون في عايش واحد المجتمع كيشوف من حوله الناس كتنجح، الناس كتأفونسي، الناس كتدير إنجازات مزيانة، وبعض الناس كيكونوا عارفين باللي هما السبب في عدم تطور حياتهم، يعني كيكونوا مقتنع على ان هناك مجموعه من العادات اللي كيمارسوها في حياتهم اللي كتخليهم انهم ما يافونسيوش، وكاين حوايج اخرى اللي كتخلينا او اللي كتفرالي هذا النجاح واللي ما كتخليناش نافونسيو في حياتنا. فهاد الخطوات اللي يقدر الانسان يديرها بسيطه، صدقوني انها خطوات كتبدل الحياه ديال الانسان دائما للافضل. واخا بعض الاحيان كنقولوا مع راسنا يعني انها حاجه بسيطه اللي ما غاديش تبدل الحوايج، ولكن مع الوقت كتبدل الحوايج. كاين بعض الدراسات لقاو باللي الانسان الا بدل 1% في العدد ديالو يوميا فحياته كتبدل 35 مره للاحسن خلال سنه. لهذا داك 1% الانسان ما خصوش يحقرها، لانها فعلا هي 1%، لكن التاثير ديالها كيكون كبير 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 جدا. فمثلا ناخذ غير المثال، فاش كنكونوا كنسدوا واحد السهم اتجاه واحد الهدف، راه حركنا يدينا غير واحد شويه كنقدوا ما نجيبوهاش في النقطه. فداك شويه هو اللي دائما كيغيرك سواء نحو الافضل او لا نحو الأسوأ. فهناك بعض الخطوات اللي خص الانسان يتبعها اللي غنهضروا عليها اليوم، وهي اول حاجه غنبداو بها هي تقنيه 1%. تقنيه 1% اللي قلت عليها انها غتبان لكم بسيطه وصغيره، لكنها مهمه بزاف. فالانسان يحاول يغير حياته شويه بشويه، لان داك التغيير اللي كيكون مفاجئ وكيكون كومبليتمون يعني كبير دقه واحده كيقدر يصدم الانسان. بحال واحد الانسان اللي خبطيه وضربتيه بواحد الشوك الكتريك، واحد الصدمه كهربائيه، فكتقدر تقتلو. فالتغيير اللي كيجيب واحد السرعه بواحد القوه مره واحده كيقدر يدمر الانسان. اما الحوايج اللي كتجي شويه وكتحاول بها تبدل حياتك يعني بهدوء، كتبقى غادي وكتطلع غادي وكتطلع غادي وكتطلع غادي وكتطلع غادي وكتطلع حتى كتوصل للقمه. لان يعني شوفوا كاع المنحنيات كلها اللي كاينه في جميع المجالات، في التجاره، في الاقتصاد، في كل شيء، كنلقاو المنحنى كيبدا من زيرو وكيبدا طالع 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 طالع. بعض المرات كيولي يهبط عاود كيولي يطلع، وهي غاديه كيولي يهبط كيولي يطلع. والنجاح عامه كيف ما كتعرفوا هو بحال اللي راك غادي في واحد الطبيعه يعني واسعه وكبيره، فيها هضاب فيها الاخر، ولكن ضروري كتبدا بالسهول، كتولي تطلع فوق الهضاب، الهضبه الاولى، الهضبه الثانيه، الهضبه الثالثه، باش كتوصل للسفح ديال الجبل. فاش كتوصل للسفح ديال الجبل عاد كتبقى التسلق، كتسلق باش توصل لراس القمه. فالمسار ديالو راه بحال بحال الطبيعه، لان الطبيعه بزاف الحوايج فيها كتشابه تماما مع حياتنا، وهذه حاجه عاديه لاننا حنا اصلا تولدنا في الطبيعه وغادي نكبروا في الطبيعه وغادي نموتوا في الطبيعه، فبزاف الحوايج كتشابه. الانسان غير خصو يرد. فالاهداف والمسار في البدايه غادي نبداو بهذا المسار هذا كله اللي هضرنا عليه، لان في الحقيقه الانسان ما خصوش يركز بزاف على الهدف على النهايه، حيت كاين بزاف ديال الناس عندهم احلام كيبدا يفكر غير في الحلم، نهاية الحلم كيفاش غيحققو، شنو هو هذا الحلم، ما كيفكرش في الطريق اللي غادي يمر عليها باش يوصل لهذا الحلم. وفي الحقيقة راه المسار أهم من الهدف، لأن المسار فيه كتلاقى ناس، فيه كتعلم حوايج، فيه كتعرف أسرار على ذاك الهدف اللي غادي ليه، وبعض الأحيان هذا المسار هذا كتقدر تغير فيه كاع الهدف ديالك، كتكون غادي الحاجة ديرها، في التالي كتصدق في حوايج أخرى. علاش؟ أنك تلاقيتي ناس، بانوا لك حوايج ما كنتيش عارفها، اكتشفتي شي حوايج اللي خلاتك تغير الفكره ديالك، فكتقدر تمشي لواحد الهدف اللي يكون احسن من الهدف هذاك اللي كنتي غادي له، او بعض الاحيان كيف ما قلت كتقدر تغير الهدف ديالك تماما. فالانسان دائما يركز على المسار، يخلي الهدف، الهدف هو كاين، حيت الهدف هو اللي خلاك تدخل في ذاك المسار وخلاك تبدا الالف خطوه، ولكن كتركز على الخطوات ديالك، لان من غير ذاك المسار ما يمكنلكش توصل للهدف، حيت المسار هو المهم. اي منطقه كنسافروا لها فكندوزو على المحطات، ضروري نركبو في المحطة الأولى، ندوزو المحطة الثانية، المحطة الثالثة، المحطة الرابعة، وكل محطة كنتلاقاو فيها ناس، كنتعلمو فيها حوايج، كنكتشفو فيها حوايج اللي كتقدر كيف ما قلت تبدل المسار ديالنا بشكل نهائي. فالأهداف كتلقاها عامة، يعني الإنسان كيكون كيهضر على واحد الحلم، كيهضر على واحد الهدف، ولكن ما عمرو الحقيقي كيكون عارف داك الهدف شنو هو ولا شنو الحقيقة ديالو، ربما كيكون غير قارنو مع شي واحد شافوا ولا مع شي واحد نجح وكيبغي يدير بحاله، ولكن خلال المسار ديالك وخلال الطريق
كتكتشف حوايج اللي ما كنتيش عارفها، حوايج اللي كانت وراء الستار وهي اللي غادي تحاول تبين لك مزيان الهدف وتخليك يا تكمل نحو الهدف اللي كنتي غادي ليه يا كتبدل المسار من روحك. وفي هذه العادات اللي كنحاولوا نغيروها ولا نحاولوا نطوروها باش نزيدوا لقدام، فخص الانسان يعرف باللي ماشي ديما هو المسؤول 100% على العادات اللي كيديرها. بعض الاحيان راه المجتمع كيساهم في ان تكون عندك عادات سيئه، او الوسط اللي عايش فيه كيساهم ان يكون عندك عادات سيئه، او حتى الزمان اللي انت عايش فيه كيساعد ان تكون عندك عادات سيئه. فماشي ديما انت اللي مسؤول على ديك العادات السيئه اللي كدير، بل حتى لونتوراج ديالك، الوقت اللي عايش فيه، كلشي. حدا مثلا لاحظوا في المساله ان الناس ما بقاتش كتقرا الكتب، علاش؟ لان ولا ديما التليفون في يدك، ديما مشغول، ديما كتضيع وقت، ديما كتدخل لحاجه وكتنسى. فالكتاب ما بقاتش عنده اهميه، علاش؟ حيت عندك شي حاجه اخرى اللي كتشغلك. مثال واحد اخر كنشوفوا على ان الناس ما بقاتش كطيب بزاف، علاش؟ لان الاكلات السريعه كثرات، دابا تقدر تهز التليفون ديالك تطلب ماكله كتجيك حتى لعندك. فما بقاتش ديك الاجباريه ديال على ان الانسان الا ما طيبش ما يقدرش ياكل وما يقدرش يعيش. دابا الامور تبدلات، فهذا اللي خلى الانسان ما يقدرش، او لا اللي خلى الانسان يقدر يكوموندي ويبغي شي طيب ويوفر عليه الوقت. في نظرنا كيوفر الوقت، لكن الحقيقه راه عاده سيئه، لان فاش كتكوموندي ما كتعرفش شنو كتاكل، ما كتعرفش ديك الماكله كيفاش تصاوبات، فين تصاوبات، شكون صاوبها، شنو المكونات ديالها. فهذه عاده سيئه اللي حنا ما بقيناش كنتحكموا فيها. ما بقيناش مثلا كنشربوا بزاف ديال الماء، علاش؟ لان ما عندكش، بحال دابا قبل ما كانش بزاف ديال الخيارات من غير الماء واللبن. دابا كتحل الثلاجه كتلقى الماء، كتلقى جميع انواع العصائر، كتلقى ميلك تشي، كتلقى هذه. فالانسان بحال اللي استغنى عن الماء، او لما بقاش كيشرب الماء كما كان كيشربوا قبل. مثلا ما بقيناش كنتمشاو بزاف، علاش؟ لان الطوموبيلات كثر، الانسان كتلقى عنده طوموبيل جوج، حتى لما بقيتش عنده طوموبيل كاين الطوبيس كيهزك، الطوبيس كيحطك. مثلا ما كانش الطوبيس كتعيط للطاكسي، فالانسان ما بقاش كيتحرك بزاف على رجليه، فولات بزاف ديال الاخر. فكاين ثلاثه ديال الحوايج مهمه في هذا الاطار خصنا نهضروا عليها اليوم. هو اول حاجه اللي هي نحاولوا ما امكن نغيروا، ولكن نغيروا الحوايج اللي في المتناول ديالنا، الحوايج اللي قريبه لينا، الحوايج اللي حدانا، الحوايج اللي نقدروا نتصرفوا فيها. مثلا ابسط حاجه هي الماكله، نبداو بالماكله، الماكله اللي كناكلوها كل نهار. فنحاولوا ما امكن نديروا واحد الحميه غذائيه مزيانه، نحاولوا ما امكن نتجهوا شويه اننا نطيبوا فقتي الصباح، طيب شي حاجه صحيه. حاول ما امكن تتجه نحو مثلا البان كومبلي، توجد حوايج اللي صحيه، تحدد مثلا واحد الوقت اللي ما خصكش تعدى فيه الماكله، تكثر من الخضره، تاكل بالوقت، تبعد على السكر. فهذه كلها حاجات اللي في المتناول ديالك اللي انت تقدر ديرها، ما تقوليش حقا راه صعيبه حيت ماشي في المتناول ديالي، او لا خصني نصرف عليها فلوس باش نديرها، او لا خصني مثلا ديبلاصا لشي بلاصه باش نديرها، او لا الوقت ما كيساعدنيش باش نديرها. لان كلنا كنوضوا الصباح كنفطروا، كيجي وقت الغداء كنتغداو، كيجي وقت العشاء كنتعشاو. فهذه اول حاجه هي الحوايج اللي في المتناول، تحاول ما امكن تبدل فيها شي حاجه، ولا تكون غير حاجه بسيطه. مثلا قررتي هاد النهار باش تحبس نهائيا الاخر الخبز الابيض، يعني الفورس، وقررتي دير مثلا غير حاجه ديال الشعير، ولا الخبز النخاله، ولا الخبز ديال القمح، ولا شي حاجه اللي صحيه، تبدا بها بعدا. كل مره غتبقى تبدل حاجه، هاد المره مثلا نحيد الدهون، المره الجايه نحاول ما امكن كنت كناخذ مثلا جوج ولا ثلاثه ديال المعالق ديال السكر، نقصهم لجوج، نقص الواحد، بقى غادي شويه بشويه. احنا دائما كنهضروا في ديك الواحد في المية، ما كنهضروش في حاجه في شي بورسنتاج اللي كبير. ثاني حاجه هو ان خص يكون عندك برنامج محدد. البرنامج هذا مهم جدا، لان ما كاينش شي حاجه كتنجح من غير برنامج. لومبلوا دو طون، البرنامج ديالك خصو يكون محدد باين، باش كتربي راسك على انك تحترم الوقت وتحترم داكشي اللي قررتيه. ان اي حاجه غاديه بلا احترام بالوقت وبلا احترام بالبرنامج كتبقى غير غاديه بلا هدف، بلا مسار مرسوم، بلا حتى حاجه. ف يكون عندي برنامج مثلا ديال انني كنفيق في 6 خصني نفيق، محقق التليفون ديالي، محقق
الريفي ديالي اللي نستخدم فيه. الفطور ديالي مثلا 7 او لا ماكسيموم 8 ما نتعداش، خصني نكون فطرت ونكون عارف كيف ما قلت شنو داكشي اللي كناكل. يعني مثلا عارف الصباح مثلا كناكل جوج بيضات، كلكو ترونش ديال توست بان كومبلي ولا كذا. من بعد كنحدد على ان مثلا وقت الغداء ديالي غادي يكون 3 د العشيه او لا 2 د العشيه او لا 4 د العشيه، وكنحددو في هذيك الساعه نحاول ما امكن نحترم داك التوقيت. دابا العشيه كنسالي الخدمه مثلا غيكون عندي واحد التوقيت ديال 7 د العشيه خصني نحبس الماكله، او 8 د العشيه خصني نحبس الماكله. وعندي مثلا واحد 15 دقيقه ولا 10 دقائق كنتمشى غير في الحي ديالي، خرج نضرب الغيره انت والابن ديالك ولا بوحدك ولا انت والصديق ديالك ولا كذا. ويكون عندي مثلا واحد الوقت ديال مثلا كنعس 10 ولا ماكسيموم 11 كنكون ناعس. فهاد البرنامج اللي تبعته ومشيت عليه كيجيبني للحاجه الثالثه اللي كنهضروا عليها اليوم، اللي هي ليدونتيتي الشخصيه. فهنا قلنا قستي شي حاجه اللي هي في المتناول ديالك، يعني قديتي ديرها شي حاجه اللي الماكله، نتمشى، نعس فوقاش نعس، نفيق فوقاش نفيق، حاجات اللي عندك في يدك يعني ممكن تحكم فيها. فهنا كتربى عندك واحد الشخصيه اللي كتولي معروفه عند الاخر. مثلا حتى الناس اللي عايشين معاك كيعرفوك بلي ان مثلا فلان ما كياكلش السكر، فاش كتحط القهوه ما كيحطوكش معاه السكر اوتوماتيكمون حيت عارفينك ما كديرش السكر، فهمتيني؟ هذا ما تمشيو شي نهار وما يتقداو انت ما كنتيش معاهم، كيجيو للبلاصه ديال الخبز ما كيهزوش الخبز البيض، كيهزوا البان كومبلي ولا الخبز ديال الشعير ولا الخبز ديال المخلل. علاش؟ حيت عارفينك انت ما كتاكلش الخبز البيض. مثلا الا كان عندهم هما مثلا شي بروغرام مثلا ديال النهار، كيعرفوك باللي مثلا وقت 3 ولا 4 راه عندك الغداء، فكيعرفوا هذا الوقت هذا، وحتى في البروغرام ديالهم كيدخلوا هذه المساله هذه. اولا حتى الا كانوا غادي يخرجوا ولا كذا كيقول لك مثلا حنا راه غادي نخرجوا اليوم غنتغداو مثلا في بلاصه فلانيه، حنا غادي مثلا نقلعوا مع الوحده، يعني راه في الطريق نوقفوا في بلاصه فلانيه باش انت تتغدى في الوقت ديالك، او لا واش تقدر تصبر حتى نتغداو كاملين مع 6 د العشيه ولا 5 د العشيه حيت غنوصلوا لديك المنطقه في كذا. فكتولي حاجه معروفه عليك وكتولي عندك حاجه شخصيه. بحال دابا العشيه الا بغاو كانوا غيهضروا معاك ولا كيعرفوك فوقاش كتنعس، ماشي مثلا يخليو حتى للاخر عاد يجوا عندك، يعني عارفين فوقاش كتعشى، فوقاش مثلا نعطيكم انا غير مثال، انا شخصيا بحال دابا ولادي عارفينني اللي كندخل للدار عارفين فوقاش كناكل. بحال دابا مثلا كنكون فقدت ولا ما عزيزش عليا نسمع الهضره، يعني كل وقت الماكله فهمتيني. هذا بغاو يهضروا معايا في شي موضوع عارفين الوقت ديالي فوقاش كنعس، الوقت ديالي فوقاش كنكون كنتفرج ما يصدعني حتى واحد. مثلا في وسط النهار وقت الخدمه عارفين باللي ما كنبغيش بنادم يعيط لي في التليفون الو كاين عندك شي حاجه، الا ما كانتش شي حاجه اللي مستعجله كتصيفط لي ميساج عندي هذه بغيت هذه ما تعيطليش، باسكو وقت الخدمه كيتعطل الخدمه. وهذه حاجه ما عارفينها، حاجه مقتنعين بها. وحتى عاود ولادي كاين عاود الحوايج اللي عاود هما كيديروا، انا عارفين فوقاش شنو الحوايج البلايص اللي كيبغيو يمشيو لها، فوقاش كيمشيو مثلا يديروا الرياضه. يعني كتولي شخصيه عند الانسان، كيولي حتى الاخر كيضرب لك حساب وعارف كل حاجه عليك. هاد ثلاثه الحوايج في الحقيقه ما كينطبقوش على غير الماكله والرياضه والنعاس، بل تقدر تطبقهم في حياتك ولا حتى العمليه، حتى في خدمتك، حتى في علاقاتك مع الاصدقاء ديالك. بحال دابا مثلا في الخدمه ديالك كتكون عندك واحد العاده ديال مثلا انت فاش كتكون مثلا خدام ما كتبغيش مثلا ان شي واحد يجي يصدعك. مثلا عندك واحد الوقت محدد فين كتاخذ البريك ديالك في الخدمه، مثلا كلهم كياخذوا مثلا البريك في 10 ولا الاخر انت كتاخذ حتى 11 و4. علاش؟ حيت عندك واحد المجموعه ديال الاعمال كيخصك تكملها قبل، ولا انك ما كتفطرش في الصباح، ما كتفطرش نهائيا حتى الغداء عاد كتغدى، ما كتاخذش البريك ديالك الاولى، كتاخذ البريك مع الغداء في مره، يعني كتاخذها اطول. فهذا التكرار هذا اللي كيبقى يتعاود في العادات ديالك كيولي عاده وكيولي معروف عند الاخر، والاخر كيولي كيحترمك. علاش؟ حيت عارف ان هذا الانسان هذا عنده برنامج نتبعو حتى واحد ما غادي انترومبيه، وفي النهايه كتبقى حياتك هذيك. يعني فكيف ما العادات الجيده كتقدر دير لها ان بروغرام وتقدر دير لها واحد المسار باش ترسمها وتافونسي فيها، كذلك العادات السيئه راه كتقدر تدمرك بواحد التغيير بسيط. كيف ما قلنا في الاول ان الا غيرنا 1% في العادات الجيده ديالنا كتقدر تخلينا ننجحوا، كيف ما العادات السيئه راه الا غيرنا واحد شويه عاود كذلك كنبداو في النزول. فداك المنحنى
كما كيبدا طالع هكا راه كيقدر ينزل. شوف بزاف ديال الناس كانت عندها عادات جيده بدات كدير بعض العادات السيئه بقات كتوالم عليها كتوالم عليها كتوالم عليها حتى ولات حياه ديالهم كلها سيئه. علاش؟ حيت دخلوا في ديك الحلقه المفرغه ديال ماشي التطور العكسي انا كنسميها التدمير. فنعطيكم غير مثال بسيط، كاين بزاف ديال الحوايج اللي كتضيع لنا الوقت، وعامه العادات السيئه كلها كتضيع الوقت اللي جيت تشوف فيها كعادات سيئه. مثلا كيتصل بك الصديق ديالك كيقول لك مثلا شوف راه صيفط لك واحد الايميل حلو ورد عليا، كتدخل انت كتحل الايميل كتشوف الايميل كتقراه كترد عليه كتسالي كتقولوا بلاتي بلاتي غندخل نطل الفيسبوك، كتدخل تطل الفيسبوك كتلقى شي انونس كتلقى ناس مكومونتين كتقرا كتكومونتي كدوز لانونس الثانيه الثالثه الرابعه شويه كتنقز الانستغرام انستغرام كتنقز التيك توك من تيك توك كتنقز لحاجه اخرى كتلقى راسك ضيعتي واحد 15 ولا 20 دقيقه. بينما فاش الصديق ديالك اتصل بك راه كنتي كتخدم شي خدمه اخرى اللي سمحتي فيها غير باش تجاوب على داك الايميل، شوف فين دخلاتك وشوف فين داتك. هذه مثلا عادات سيئه اللي خصنا ننتبه لها. كل حاجه يكون عندها وقتها، التليفون ماشي مشكل، لي ريزو سوسيو ماشي مشكل، ولكن خص يكون عندها واحد الوقت ديالها. مثلا وقت البريك ديالك كنتي خدام ساليتي الخدمه جات البريك كليتي بعدا عقلتي على ماكلتك هبطت لك الشك ساليتي ديك الساعه تقدر تهز التليفون تشوف شنو كاين شوف. اولا مثلا العشيه ساليتي العشاء ديالك صليتي صلاتك هضرتي مع وليداتك كملتي امورك مشيتي راك جالس كتقدر تهز تشوف شنو كاين، يعني ساليتي المسؤوليات ديالك وساليتي الاعمال ديالك ساليتي المسائل اللي ضروريه عاد كتهز المسائل اللي هي زايده. لان اصلا فيسبوك ولا لي ريزو سوسيو ولا محطه التواصل الاجتماعي كلها حاجات زايده، ماشي كلشي الناس كيخدموا في فيسبوك وماشي كلشي الناس كيخدموا في انستغرام وماشي كلشي الناس كيخدموا في تيك توك. فعندنا اكثر من 80% ديال الناس او نقدر نقول اكثر من 90% ديال الناس كيدخلوا للمواقع التواصل الاجتماعي باش يدوزوا وقت باش يترفهوا. فالترفيه ما تخليهش ياثر لك على الحياه العمليه ديالك والحياه اللي نقدر نقول مهمه وهي اللي هي الاساس في حياتك. فما تخليش حاجه بحال التليفوني، حيت كيف ما سبقت وقلت الا كنتي عندك برنامج مقاد فكون على يقين على ان هذه المضيعه ديال الوقت هذه كلها غادي تسالي. علاش؟ حيت كتكون عارف الوقت ديال كل حاجه. دابا راني كناكل، دابا راني غادي ندوش، دابا راه خصني نرتاح، دابا راه خصني نعس، دابا راه خصني نهضر مع اولادي، دابا راه خصني نخدم خدمتي، ودابا راه خصني ندخل التليفون نشوف شنو كاين. يعني كل حاجه عندها الوقت ديالها. فالعادات من الوقت اللي كتفيق حتى الوقت اللي كتنعس فيه خاص الانسان يراجعها مزيان ويشوف اشنا هي الاشياء اللي كتضيع له الوقت، اشنا هي الاشياء اللي مزيان يقدر يخليها. علاش لا الانسان كاع ياخذ ورقه ويكتبها؟ دابا هذا هو المشكل ديالنا حنا، ما كنقدوش ان ديما كنقولوا ولا صافي ماشي مشكل، وكتقول ماشي مشكل اليوم ماشي مشكل غدا ماشي مشكل بعده حتى كيولي مشكل كبير. لا مشكل، خذ ورقه وستيلو وكتب اخويا كتب كتب هالعادات مثلا كنفيقها فين كيضيع لي الوقت، فين كيضيع كيمشي لي بزاف ديال الوقت، هالحوايج اللي مزيانه كدير هذا نخليها، هذه نحاول نقص منها، هذه نحاول ايفيتيها نتفاداها. ودير بدا البروغرام ديالك اللي هضرنا عليه وغادي تافونسي في حياتك. كون على يقين على ان التغيير كبير 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 جدا غادي يبان لك من السيمانه الاولى والسيمانه الثانيه والسيمانه الثالثه. اما الانسان يبقى غادي غير هكا على فوغل سا ماش با. تحياتي.